يعني هذا الوضع في سوريا الآن محبذ لدى القوى العالمية؟ يعني لا يزعجهم الغرب حتى يتحرك، يجب أن تزعجه، والقضية السورية لا تزعجه. ما في موجات ملايين من المهاجرين، ما في عمليات ضد المصالح الغربية ولا الأوروبية، ما في شيء مزعج بالنسبة لهم، ما في إلحاح، وبالتالي ما في إحساس بالقضية السورية، ما في شيء يخليهم يشعروا بالإلحاح القضية السورية، ما في.